ومن مدينة الناصرة نتحدث إلى السيد عباس زكور العضو العربي في الكنيسة الإسرائيلية. الآن الوضع في عكا كيف يبدو؟ هنا الأخبار تقول أنه التشنج في النفوس موجود، التوتر في النفوس موجود، ومن هنا أود أن أعرف إن كان ذلك يعني تجدد المواجهات أم الأمور ذاهبة نحو الهدوء الآن؟ نعم، بداية نستطيع أن نقول أن الهدوء مقبول نسبيا في اليومين الأخيرين في مدينة عكا، ولكن هذا الهدوء يجب أن يكون فيه الحذر الشديد لما يجري وما يدور، وبالذات أنه في الأيام القريبة القادمة ستكون أعياد لليهود، حيث يسيرون فيها بمسيرات في الأحياء العربية واليهودية على حد سواء، ولا نريد أن تكون هذه المسيرات استفزازية تؤثر على العلاقات مرة أخرى في مدينة عكا. نعم، طيب بالنسبة لأسباب الأزمة، هناك كان سبب مباشر مسألة الهجوم على السائق الفلسطيني، انطلقت أو اندلعت المواجهات من تلك النقطة، ولكن كل العرب متخوفين من خلفية والأسباب الحقيقية لهذا الموضوع. ماذا عليكم أن تفعلوا؟ ماذا تخافون بشكل رئيسي الآن؟ نعم، لا نستطيع أن نقول أن سبب الأزمة والمشكلة هو أن مجرد الشاب توفيق الجمل قاد سيارته في يوم الغفران عند اليهود، ولكن هنالك ما أدى إلى أن تقوم قائمة هؤلاء الذين اعتدوا على توفيق الجمل بالضرب المبرح لمجرد أنه قاد سيارته مضطرا أن يصل إلى بيته في هذه السيارة، هو الحقد الدفين والغل الموجود في قلوب الذين لا يريدون رؤية العرب في مدينة عكا، ويعتبرون أن مجرد وجودنا في هذه المدينة مزعج ولا يريدون لهذا الوجود والبقاء أن يبقى. فقضيتنا في عكا هي قضية وجود وبقاء وصراع على وجودنا في مدينة عكا. طيب، نحن نؤكد أننا أستاذ عباس، التصريحات اللي كانت عم تعلق على أحداث عكا، ومن بينها تصريحات لمسؤولين إسرائيليين كبار، كانت عم تتحدث عن مجموعة من المتمردين أو المتطرفين. هيدا الحكي كيف بيترجم على الأرض؟ هل بتخافوا من إجراءات ضد مجموعات عربية أو يعني إجراءات بعنوان ما ولكن خلفيتها شيء آخر؟ نعم، واضح جدا أن هذا الأمر الذي حصل هو أمر طبيعي في يوم الغفران. يعني لا نستغرب أن يكون في نفس يوم الغفران ما كتبته صحيفة دعوت أحرونوت البارحة، أن شابا يهوديا في يوم الغفران وفي الكنيسة الإسرائيلي قام بعملية اغتصاب لطفلة يهودية. هذا الأمر أصعب بكثير من أن يقود الشاب العربي سيارته في يوم الغفران وهو عربي لا يمنعه القانون من قيادة هذه السيارة في ذلك اليوم. ولذلك أنا أسأل ولذلك أنا أسألك سيد عباس عن ما هي خطة العرب داخل الخط الأخضر، وأعرف أنه يعني مجال الحركة غير كبير، ولكن ضمن ما يمكن أن تفعلوه ما هي خطتكم لحماية عكا؟ مما تخافون منه؟ نحن في مدينة عكا نقول أن هذه الأزمة دعت العالم العربي والإسلامي إلى أن يتذكر أن هنالك عرب بقوا في بلادهم وفي بيوتهم، واستطعنا أن نؤكد لهذا العالم العربي والإسلامي كما أكدنا قبلهم لليهود ولحكام دولة إسرائيل أننا سنبقى صامدين على أرضنا، وسنفوت الفرصة على كل من يحاول التفكير أو مجرد التفكير في اقتلاعنا من أراضينا ومن بيوتنا، وأننا قادرون على الدفاع عن أنفسنا ديمقراطيا وقانونيا. نعم. ومن خلال التعبير عن وجودنا أننا لا نعتدي على أحد. نعم. ولكننا في نفس الوقت لن نسمح لأحد أن يعتدي علينا مهما كانت قوته، مهما كانت جبروته، فنحن أصحاب الحق، نحن أصحاب البيت، نحن أصحاب الأرض، ونقول. نعم. إذا وجدنا في مدينة عكا كمدينة مختلطة فنحن رضينا بذلك وقبلنا، أما من يرضى بوجودنا من اليهود فعليه أن يرحل هو عن مدينة عكا. وضحت الفكرة، شكرا جزيلا لك سيد عباس زكور العضو العربي في الكنيسة الإسرائيلي ضيفنا من الناصرة.